بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي وزملائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ماديموك. النهاردة هنتعلم حاجة جديدة في نيت سويت، ألا وهي إزاي نعمل شورت كات أو إزاي أحط البيج أو الترانزاكشن اللي أنا بستعملها كتير في الفيفوريت منيو عشان أوصل لها بسهولة وبسرعة. طبعا أنا في عندي حاجتين بيوصلوني للشورت كات منيو، ألا وهي العلامة الستار دي لما باجي اقف عليه هنا بالماوس بتكتب لي ان دي شورت كاتس، فيها كل الشورت كاتس اللي انا حطيتها. فانا عن طريقها اقدر اروح، فمثلا لو انا بحب اروح استعمل دليل حسابات كتير فبقدر اعمل اقف هنا وبعدين ادوس على chart of accounts تقوم تفتح لي chart of accounts بسهولة. وبنفس الطريقة اقدر احط اي transaction او اي page جوه نيت سويت في الفيفوريت منيو او في الشورت كات منيو. طب اضيفها ازاي؟ احنا هناخد المثال بتاعنا النهارده ان انا مثلا عايز تقرير الميزانيه، انا بستعمله كتير، فازاي احطه في الشورت كات؟ انا كده في الهوم بيج، افتح الصفحه اللي انا عايزها زي التقارير ريبورتس فاينانشال بالانس شيت. انا عشان اضيف البالانس شيت ديت في الفيفوريت بتاعتي او في الشورت كات بتاعتي بسهوله، هاجي هنا بالماوس اقف على الستار بدون ما اعمل كليك وادوس اد تو شورت كاتس. هتفتح لي الصفحه دي اللي بتقول لي ان انا دلوقتي هضيف الصفحه اللي انا عايزها هنا، وبتقول لي لو انا عايز اغير الاسم. طبعا الاسم بتاعها هو بالانس شيت، لو انا عايز اغيره عايز اكتبه بلغه تانية ممكن اكتبه بلغه تانية اللي انا مثلا بحبها، او عايز احط لغتين مع بعض ممكن احط لغتين مع بعض. وبتسالني برضو هنا في اوبشن ان انا لو عايز افتح، لما اجي افتح البيج دي تفتح في منيو جديده ولا لا، فانا هختار اوبن ان نيو ويندو واقول سيف. لو جيت فتحت هنا الشورت كاتس او الفيفوريتس بتاعتي وقفت على الستار بدون ما اعمل كليك واشوف هنا، هلاقيها لسه ما انضافتش. ليه؟ لان طبعا دي المنيو قبل ما يعمل لها ما يحصل لها ريفرش، فانا هدوس على زرار الريفرش الاول. اعتبر ان انا دلوقتي في اي صفحه، هروح مثلا لصفحه الهوم بتاعتي تاني واقف بالماوس فوق الستار، هلاقي البالانس شيت شورت كات اللينك بتاعه انضاف هنا. طيب انا دلوقتي هو محطوط في اخر القائمه تحت، لا ده انا عايزه يبقى فوق، عايزه يبقى في اول حاجه. اعمل ايه؟ اعمل سيت اب، اختار سيت اب شورت كاتس، واروح لاسفل الصفحه هلاقي البالانس شيت بتاعتي اللي انا ضفتها دلوقتي، اختارها اعمل عليها كليك، وفي هنا عندي زرار اسمه move to top، اعمل عليه كليك هيقوم جايبها لي فوق. الحاجة التانية لو انا عايز احطها في رقم 2 او رقم 3 اقدر بسهولة امسك اعمل هنا hold بالماوس واحطها في المكان اللي انا عايزه كده، واسيبها اسيب الماوس هتتحط في المكان اللي انا عايزه. لا انا عايز احطها فوق تاني، وانا مختار الايتم اللي انا محتاجه اقول له move to top هيحطه في اول حاجة فوق وادوس سيف. لو انا جيت اتفرجت على الفيفوريت بتاعتي او الشورت كاتس بتاعتي تاني، هلاقي ان اول بند بقى فيها هو البالانس شيت، بمجرد ما بعمل عليه كليك بيفتح لي في ويندو جديده التقرير بتاع البالانس شيت. طيب ده طريقه ان انا احطها في الحاجه اللي انا عايزها، اذا كان بيج او ريبورت او ترانزاكشن احطها في الفيفوريت. ايه الطريقه التانيه اللي انا بستعرض بيها الشورت كاتس بتاعتي؟ انا في عندي بورتلت اسمها شورت كاتس. لو انا دلوقتي رحت للهوم بيج بتاعتي هلاقي هنا البورتلت ديت اسمها شورت كاتس، فيها كل البنود اللي موجودين هنا، انها جايه لي كل الشورت كاتس على بعضها معروضه قدامي بالطريقه ديت. طيب لو انت مش عندك الشورت كات دي، مش موجوده في الهوم بيج بتاعتك، تعمل ايه؟ الشورت كات دي بنجيبها ازاي؟ انا بروح فوق في الهوم بيج، دي الهوم بيج، اروح هنا بيرسوناليز
وادور في البورتلتس اللي موجودة قدامي دي، هلاقي فيه هنا بورتلت اسمها شورت كاتس. طبعا هي هنا باللون الفاتح، ليه؟ لان هي اوريدي انا مختارها وتم استعراضها عندي في الهوم بيج، فعشان كده هي ظاهره هنا باللون الفاتح دي. لكن هي لو كانت مش موجوده عندك على الهوم بيج هتلاقي لونها ظاهر وواضح، مجرد انك انت تعمل عليها كليك هيتم اضافتها للهوم بيج بتاعتك. اتمنى ان احنا نكون اتعلمنا حاجه مفيده النهارده في نيت سويت، ونلتقي في حلقه قادمه بإذن الله تعالى.